أحسن دلوقتي يا عمو. جدو ضاع يا صلات. اللي حصل مع جدك ده حالة نادرة بتحصل لمواطن من كل 800,000 واحد بيستخدموا الفيسبوك. لما بيقعد قدام الفيسبوك أكتر من 10 ساعات بيتحول من مجرد بني آدم لأكاونت، وبيتشفط جوه منظومة الفيسبوك وبيخرج منها بصعوبة، ده إذا خرج. يا ما نبهته وقلت له بلاش قاعدة بالساعات قدام الفيس ده يا جدو، بس ما سمعش كلامي. أو الفيسبوك بلعه. يعني إيه؟ جدي راح؟ هيكمل بقية حياته بروفايل بيكتشر؟ طب لما يموت أعمل إيه؟ أعمل له بيج أدفنه فيها؟ طب افرض جاع، هياكل إيه؟ هيتغذى عن النوتيفيكيشن؟ حلوة قوي يا عم. حلوة. اخرسوا خلاص، مش هعرف اخد جدي في حضني تاني ولا المسه ولا طبطب عليه. ممكن تعمل له بوك يا عمو. بص يا هنيدي، انا عندي حل، بس عايز تضحية تقدر تعملها؟ انا ممكن اعمل اي حاجة عشان جدي. أنا هدخلك الفيسبوك وإنت عليك تدور على جدك هناك وتجيبه وترجع. إيه؟ هتدخلني إزاي؟ مش ده الموضوع. السؤال، لو إنت دخلت إنت وجدك هتطلعوا من فين؟ أنا هديلك شريحة الفيس الذكية، هديلك شريحة ليك وشريحة لجدك. أول ما تلاقيه تحطوا الشريحة تحت لسانكم وتدوروا على أبليكيشن المزرعة السعيدة، توصلوا هناك وأنا هتصرف. أنت بتتكلم جد يا عبدين؟ جد الجد طبعا. الله، وإيه اللي يضمن لي بقى أني ما كملش بقية حياتي محبوس في الفيس زفت ده؟ ما تقلقش، وبعدين حتى لو حصل اهو على الاقل هتلاقي جدك يونسك تكمل بعيد حياتك معاه هناك. بتفكر في ايه يا عم؟ انا جاي معاك طبعا. عندك شريحة زيادة يا عبدين؟ اصيل اصيل يا صلعت والله. امال انت فاكر ايه يا عمو؟ ده انا اتدفن معاك في الفيسبوك ده ولا ان اكمل حياتي لوحدي مع الجدي ده؟ طب هندخل ازاي؟ اتفضل انت وهو، كل واحد يحط الشريحة تحت لسانه، ودي شريحة جدك. غمضوا عينيكم، هعد من 3 لـ1، اول ما تسمعوا 1 فتحوا. 3 2